أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا فعلت امرأة سحرا لوالدتي ثم اتضح لنا أنه من فعل هذه المرأة ولم تنتهي عن ذلك، فهل يجوز لنا قتلها لأنها تسببت في إلقاء العداوة بين أبي وأمي؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز القتل إلا على يد الإمام ولي الأمر، وهي بالمسألة فوضى، أي ترفعون بها للمحكمة، فإذا ثبت أنها ساحرة، إذا ثبت أنها ساحرة فالحكم من عند المحكمة عليها بالحد، والتنفيذ من ولي الأمر، أو كل من أراد أنه ينتقم ينتقم من تلزم الفوضى على هذا. نعم.